بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس السابق في باب الوقف، فما معنى الوقف في اللغة وفي الشرع؟ عند من؟ دقا حمود. في اللغة الحبس، حبس شيء في سبيل الله للانتفاع به مع بقاء العين، يبتغي بذلك الأجر من الله. كيف يحصل الوقف؟ لك حسني. نعم، بالنية مع القول أو بالنية مع الفعل. هل هناك لفظ معين عندك؟ ليس لها لفظ معين، كل ما يدل على التحبيس وعلى الوقف يحصل به. وقفته لله، أو جعلته لله، أو حبسته، أو سبلته، أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفى الله عنه: مسألة، هل الوقف في ملك الواقف أو هو في ملك الموقوف عليهم؟ كأن وقفت جملك أو أرضك في سبيل الله، أهو في ملكك أو هو في ملك الموقوف عليه؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ تفضل. عندك أبو من؟ إياك الله أبو عمر. تفضل. يعني يصير ملكا لمن أوقفه عليه، أو من يقول غير هذا؟ وأنت ملك من؟ ليس من ملكه. وأنت؟ نعم، خرج من ملك الأول، والثاني أحق بالانتفاع فقط وليس ملكا له أيضا، فيكون نعم خاليا من الملك، من أملاك الناس، فهو في سبيل الله، ملك لله، وكل شيء ملك لله، إنما أطلقوا عليه ملك لله لخلو المالك عنه. قال الجواب: لم يعد في ملكك ولا هو في ملك الموقوف عليهم، بل صار في سبيل الله، وصار من الحقوق العامة التي يتولاها ولي أمر المسلمين، إلا أن الواقف له حق النظر على صدقته من أجل الحفاظ على الأجر. الواقف هو أحق بالتصرف، يعني أحق بالنظر عليه، وله أن يغير الناظر، وله أن يجعل ناظرا عليه، وله أن يغير الناظر. وأما الملك فلم يعد ملكا له، إلا أن الواقف له حق النظر على صدقته من أجل الحفاظ على الأجر، فله أن ينظر على عمله وصدقته، ينظر فيها ويتصرف فيها كأن يجعل عليها عاملا، فإن رأى من التقصير فله الحق، أن يستبدل غيره ويسمى ناظر الوقف. فإن رأى الناظر قد قصر استبدله بغيره ما لم يحصل الضرر على الناظر، فيغير في وقت لا ضرر عليه. مثلا يكون الناظر قد زرعها زرعا كثيرا وينتظر الغلة، فما تغيره في ذلك الوقت حتى يحصد غلته ويأخذ نصيبه ثم يغيره، فلا يغير ناظر الوقت في وقت عليه فيه ضرر. مسألة: هل للمالك أن يستفيد من الأرض التي وقفها؟ من يجيب قبل أن نقرأ المسألة؟ هل للواقف أن يستفيد من وقفه؟ من يجيب؟ الذي رفع يده هناك.
اشترط لنفسه، أو إذا كان عاما يشمل نفسه كما وقف عثمان بالرومة لجميع المسلمين وهو واحد منهم. أما إذا وقفها لغيره ثم يريد أن ينتفع فهذا خطأ، إما أن يكون عاما يشمله أو شرط لنفسه أو مقابل النظر أيضا، إذا كان هو الذي سينظر عليها ويأخذ مقابل النظر فلا بأس. قال: مسألة هل للمالك أن يستفيد من الأرض التي وقفها؟ الجواب: إذا شرط لنفسه منها شيئا، شيئا بالنصب، إذا شرط لنفسه منها شيئا أو كان وقفا عاما يشمل الأغنياء والفقراء، أو كان هو يشمله الوصف الذي وصفه. قال: هي للفقراء وهو نفسه فقير. أو قال: وقف على طلبة العلم وهو من طلبة العلم، له أن يأخذ منها. هذا نسينا ننبه عليه، إذا كان الوصف يشمله. وقد حبس عثمان بن عفان البئر التي اشتراها للمسلمين في سبيل الله، ودلوه من ضمن دلاء المسلمين، فهو كواحد منهم. إذن يصير في ملك الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ملك لله، ولكن المراد أن لا حق لأحد فيها، إلا أن الناظر له حق أن يقوم على وقفه للحفاظ على صدقته، يتصرف فيها بما فيه مصلحة شرعية للوقف، لا يتصرف فيها بما ليس فيه مصلحة، لأنه ليس له حق في ذلك، لأنه قد خرج من ملكه، فلا يجوز له بيع الوقف بالإجماع، ولا هبته ولا إرثه، لحديث عمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. مسألة: هل له أن يرجع عن وقفه ويتملكه مرة أخرى؟ الجواب: لا يجوز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأول أيضا عن ابن عباس في الصحيحين، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه. وعلى هذا أكثر العلماء إلا أبا حنيفة، قال: له أن يرجع ويتملكها، وهذا باطل مردود عليه ومخالف للأدلة الشرعية. وحديث عمر: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. هو سبب الحديث الذي ذكرناه، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري بدنيا على النهي، لا تشتري بدون الياء مجزوم بحذف حرف العلة، لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. إذن الواقف في سبيل الله ليس له أن يرجع، ولذلك ينبغي للإنسان بلامين، للإنسان ينبغي للإنسان ألا يتعجل بالوقف حتى لا يندم، ينتظر حتى يطمئن لهذا الأمر. هو فعل خير، لكن بعض الناس قد يتعجل في حالة وهو بحاجة للمال فيوقف ثم يتندم، فعليه أن يتأنى حتى تطمئن نفسه.
ومع أنه فعل خير لكن يتأنى فقد يكون بحاجة إليه فلا يستطيع الرجوع فيه. وكم من أناس يتعجلون يوقفون ثم بعد ذلك يأكلونه فيصير عليهم حراما، حراما بالفتح بالنصب. ما موقعه من الإعراب عند من لك؟ خبر ماذا؟ خبر يصير، يعمل عمل كان. يأكلونه سحتا فلا يجوز. مسألة مصرف الوقف، قوله وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. الواقف هو الذي يعين الجهة التي تصرف إليه، فإن لم يعين وقال هو في سبيل الله جاز لولي أمر المسلمين أن يصرفه في جميع أمور الخير. إذن عندنا وقف معين المصرف فيخص فيما عين فيه. قيل هذا وقف لمسجد كذا، أو وقف على الفقراء والمساكين، أو وقف على طلبة العلم، أو وقف على الدعوة إلى الله عز وجل أو الجهاد في سبيل الله، أو وقف في آبار للمسلمين، أو وقف في مياه على طرق المسلمين لشربهم. إذن إذا كان معينا فيصرف فيما عين فيه وجوبا، يجب أن يصرف فيما عين فيه ولا يغير عما عين فيه إلا عند عدم الاحتياج إليه، بحيث تذهب فائدة الوقف أو تقل فيغير إلى ما هو أنفع إذا لم يحتج إليه فيما عين فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاق كنوز الكعبة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر، فلما كان وقفها عطل قال لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. إذن الأوقاف المعطلة تغير إلى ما كان أنفع، أو التي صارت الفائدة منها نادرة ويمكن أن يستفاد منها في شيء آخر فيغير من أجل أن يستمر الثواب والأجر لمن أوقفها. وعلى هذا تنبني المسألة التي يذكرها جماعة من الفقهاء، وهو بيع الوقف لجعل وقف أنفع من الأول أو تبديله. وهي المسألة التي تليها، مسألة البيع والتبديل للوقف ما حكمه؟ أولا ينظر الوقف نفسه، هل ينتفع به في مكان آخر نفعا كبيرا؟ لأنه إذا بيع نقص ثمنه ولا يحصل فيه كما كان عليه، هذا في الغالب، يعني ينقص من ثمنه في الغالب. فمثلا لو كان هناك فراش مسجد موقوف على مسعر المسجد، استغني عنه لقدمه ويوجد مسجد آخر بحاجته، إذن ينقل إلى مكان آخر ينتفع به. ثانيا إذا لم ينتفع به في مكان آخر فلا بأس بتغييره إلى ما هو أنفع ببيعه وشراء ما هو أنفع لمن وقف عليهم. وبهذا قال طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية والإمام الشوكاني رحمة الله عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.